من باب امس النقاش انا ويا ولدي محمد ذكرني بشيء. نعم. فالمقطع اللي انتشر امس وجاني من الزملاء والاقارب حقه القطار. فقال لي بابا محمد قال لي بابا اقول لك شيء. يوم اللي كنت ادرس بكندا طلعت من كندا من تورنتو الى مدري اي ولايه الى امريكا. يقول وانا جالس في القطار يقول عندهم صيانه في السقف. فجزء من السقف شايلين الجلد اللي عليه وشايلين الحديد اي مكشوف. يقول واشوف الحديد القطار اللي مشتغلين فيه مكتوب صنعه في سابك المملكه العربيه السعوديه. ما شاء الله. يقول والله محمد يقول يبا ما تحس الكهرباء اللي دخلت فيني من الشعور والاحساس قشعريره كذا. يقول كاني الان انا داخل السعوديه. يوم شفت فقط شيء مسجل عليه صنع في المملكه العربيه السعوديه. يا سلام. يقول افتخر اني انا حتى صناعه الطائرات في الدول المتقدمه يسوونها الصف الاول. هي الدول المتقدمه صار يستخدمون انتاج وطننا الغالي. صح. وطننا غالي وفيه الخير والخير والخير وترى ما عرفنا منه الا شوي ولا الباقي ما شاء الله. فنقول لابنائنا وبناتنا شمروا عن ساعديكم لهذا الوطن الغالي الذي نحميه بكل ما نملك من انفسنا وارواحنا. اللي زار المصانع والمؤسسات في الجبيل وينبع انا زرت اكثر من مره فعلا شيء يدعو الى الفخر والى الاعتزاز وكلها بايدي سعوديين مهندسين حطهم على الجرح ويبرى. وله بذا الكلام من سنتين ولا خمس ولا سبع من أكثر من 15 سنة ترى. صحيح. ما شاء الله تبارك الرحمن من الانضباط. أنت رح للجبيل وشوف متى يرقدون سهر الساعة 11 12 2 كذا الحسي ما تعرفه. لا لا 9 نايمين 9 راقدين لا تتصل عليه. أنا قعدت مرت ذاك اليوم عقب العشاء يوم قلت أطلع ألقى الدنيا كلها مسكرة وما في أحد. قلت وين الرياض وين جدة وين الهشة ناس جادين وعلميين وفعلا مدينة مطورة ومرتبة واللي يعني سكن هناك أو زار هناك يشوف ما شاء الله الانضباطية الجدية في أكثر من مناطق المملكة ومتفائلين خير. فيا بناتنا ويا أولادنا تراكم مثل ما قال أبو محمد يعني هذا اندل توفيق الله أولا وأخيرا ثم تعليمنا البنية الأساسية في الابتدائي في المتوسط في الثانوي لا تستهينون فيها لا من مناهج لا من معلمين معلمات إدارات تعليم وكلاء وزارة وزير من أولهم وآخرهم سياسة التعليم على خير وعلى فضل شيء والله يرفع الرأس. اللي قطار في أمريكا ويسوون له الصيانة والرجال شايفه صدفة مصادفة ويلقى مكتوب عليه صنع في السعودية سابك ايش خليته. نعم شيء طبعا هذا الكلام ابو عبد الرحمن وليه من الحضور ترى ما جاء من فراغ. انا اتذكر مع عهد الملك خالد احنا نسمع بالخطط العشريه الخطط العشريه الاولى الخطط العشريه الثانيه الخطط العشريه الثالثه يعني من 1400 هجري الان 1446 من 46 سنه والمملكة والله الحمد تخطط لهذا اليوم لهذا النجاح. تقدمنا والله الحمد على 80 أو 90% من دول العالم المتقدمة كانت علينا. الخطط مرسومة والطموح موجود والله الحمد عند قيادتنا وبعد الله قيادتنا تثق بثقة كبيرة وعمياء بشعبها ببناتها بأولادها برجالها بالمخلصين من الأمة العربية والإسلامية. فقيادتنا هي الدافع حقيقة لنا للتقدم المزيد أكثر وأكثر وأكثر. ولا زال ترى الباب أوروبا تقدمت ب 150 سنة احنا تقدمنا ب 40 سنة. هذا مفارقة عجيبة وما تشوف يعني إلا ما شاء الله الآن دول العالم
رؤساء دول العالم طموحة جدا أنها تتعامل مع المملكة، تتعامل مع القيادة السعودية، لأنهم أهلا للثقة وأهلا للمصداقية وواضحين وفعلا يتمنون النجاح تلو النجاح لهذه الكوكب الجميلة من يعني شعبنا الطموح، ويستحق إن شاء الله أكثر وأكثر. ولا ننسى بعد ذلك كله التطور الكبير جدا في الحرمين الشريفين. وزارة السياحة تقول العام الماضي اللي جونا 1,400,000 سائح وزارة السياحة. هذا الرقم ما يجي من فراغ، ما يجي من فراغ. أكبر دول الآن يلا يجيها 2,000,000 سائحين، لأنكن يجون 140,000,000 ما يمكن. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ لنا هذا الكيان، وأن يمتح قادتنا بالصحة والعافية، وأن يطيل الله بأعمارهم. آمين يا حي وقيوم. وجزاك الله خير. عام 1,406 تقريبا كان عدد الجامعات تقريبا 7. صحيح. تقريبا. صحيح. من التطور مقياسه واضح، ما يحتاج أن واحد يتكلم ولا يقول كلام غير ملموس وغير محسوس. الآن فيه إحصاء أكثر من 52 جامعة وكلية، الله أكبر، ومعاهد متطورة تمنح البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. شوفوا، من 7 جامعات إلى 52 جامعة. 39 سنة. ما شاء الله. أيه. ما شاء الله. يعني كل سنة جامعة. جامعة وربع نفتح. نعم. كل سنة. الكليات الطب، كليات، أهم شيء إن أولادنا وبناتنا يشوفون وش التخصصات اللي مطلوبة، اللي يحتاجها سوق العمل. مو بلازم كل شيء بكالوريوس، ترى أحيانا تأخذ دبلوم. الآن مثلا بعض الكليات احتياج لدبلوم. المحاسبة مهم جدا جدا جدا، كل القطاعات تحتاج إلى محاسب، وله بلازم يجي بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه. لو صار يعني دبلوم عالي بركة. فجامعة الملك سعود تمنح، الجامعات الإمام، غيرها من الجامعات. فيا عيالنا يا بناتنا، شوفوا سوق العمل وش يحتاج، وعساكم على القوة. أنا دخلنا اليوم في الإرشاد المهني، بس نفزع لأن أنا في قلبي دائما.